السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نرى جمال ممثلات المؤسس عثمان وهم باللبس الإسلامي القديم، والشيء الجميل والمميز في لبس المسلسل أنه لبس ساتر للممثلات ويعكس صورة جميلة للإسلام والمسلمين. ولكن هل يا ترى أن جمال الممثلات باللبس الحديث أجمل من اللبس الإسلامي القديم؟ هيا نرى معا. ولكن قبل مشاهدتك للفيديو اشترك وفعل جرس التنبيهات ليصلك المزيد من الفيديوهات الترفيهية لهذا المسلسل. وبعد مشاهدتك للفيديو كامل شاركنا رأيك على التعليقات، من هي التي تراها أكثر جمالا باللبس الحديث ومن هي الأكثر جمالا باللبس القديم؟ ها نحن نرى زهرة بكلا الحالتين. رأيي أنا أنها بالزي القديم داخل المسلسل أجمل، فما رأيكم أنتم؟ أما الممثلة سالجان فأنا أراها على الطبيعة أجمل، يبدو أنه لأن دورها في المسلسل أكبر من عمرها، لهذا تبدو خارج المسلسل أجمل. آيجول إنها حقا جميلة بكلا الحالتين، ولكني أراها بلبس المسلسل أجمل قليلا. بالنسبة لبالا لا يوجد فرق كبير، فهي جميلة بكلا الحالتين، ولكن برأيي أنها بلبس المسلسل أجمل. أما غنجة فأنا أراها داخل المسلسل أجمل، لأن الحجاب الإسلامي لائق كثيرا عليها. بورشين تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا داخل المسلسل، ولكن بالنسبة لجمالها هل على الطبيعة أم في المسلسل فأنا أراها على الطبيعة أجمل. صوفيا داخل المسلسل أكثر جمالا من خارجه، يبدو أن الملابس المسيحية لاقت عليها. هزال بالتأكيد في الطبيعة أجمل، حتى أنني انصدمت عندما رأيت شكلها خارج المسلسل. أما هيلين فمن رأيي أنها خارج المسلسل أجمل. وصلنا إلى هنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم قم بدعمنا بإعجابك بالفيديو والاشتراك في القناة. أراكم في فيديو آخر.